بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس الطيب، وأن يرزقنا أجره كاملا غير منقوص، وأن يوفقنا وإياكم بعده بعد تفرقنا منه لما يحبه ويرضاه، وللعمل بما سمعنا من آيات الله عز وجل ومن توجيهات أساتذتنا. ابتداء، كما أثر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالحمد والشكر والثناء الجميل كله لله عز وجل وحده، ثم الشكر موصول للأخوات الفضليات القائمات على جمعية سراج الخير، وكذلك للسادة الأفاضل القائمين على هذا المركب الثقافي، هذا الصرح الطيب الذي نسأل الله عز وجل جعله منارة لنشر العلم النافع والعمل الخير، وكذلك كل ممثلي السلطة المحلية بعملة مقاطعات الفداء، جزاهم الله عز وجل خيرا على تجشمهم عناء هذا، يعني تنظيم هذه الأمسية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتقبل من جنود الخفاء سواء في الإدارة التقنية أو خلف الكاميرات أو مجهزي الصوت أو العاملين على جمالية هذا المكان أو الإخوة والأخوات اللي في الخدمة. شكر الله للجميع بدون استثناء، ومن لم نعرفهم نحن فإن الله عز وجل يعلمهم. أسأله سبحانه وتعالى أن يثيبهم عنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. الحديث دائما ما يكون مرتبطا بالمناسبة التي نحن بصدد الاجتماع عليها، ألا وهي القرآن الكريم. الأصل في المسلم أنه لا شيء يؤثر فيه كتأثير القرآن فيه. الأصل في المسلم أنه تحجم تأثر فيه كيف يأثر فيه القرآن. لكن احنا دابا نأخذ مثالا ونرجع، مثال من الصحابي الجليل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهم القرآن، فسمعه يقرأ آية من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلما سأل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا من كلام الله؟ قال: نعم. فقال: يعني أن الإنسان، معنى الكلام أن الإنسان لن يحصل الخير وكمال الخير والأجر وكمال الأجر حتى يكون إنفاقه من أحب الأشياء إليه، كما تلا على مشايخ، على مسامعنا الشيوخ الكبار الصغار في سورة الإنسان قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن الإنفاق والعطاء مما نحبه من أثمن وأفضل وأقرب شيء إلى قلوبنا، هذا الذي نحصل به كمال الخير. لما سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية من النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أشهدك أني قد نحلت ربي عز وجل البستان الفلاني وهو أحب البساتين إلي. كان نقول الحائط يقصد به هو، نقول بالدارجة الشعبية ديالنا احنا، الجنان اللي كتكون نايضة فيه شي حاجة اللي كتعطي الغلة، وكانت فيه تقريبا واحد العدد ديال النخيل اللي كتعطي التمور من أجود البساتين اللي كانت في المدينة المنورة آنذاك. يعني انظر إلى عمل القرآن في قلب هذا الصحابي، هذا هو اللي تهمني. انظر إلى عمل القرآن في قلبه، يعني قضية أن تقيم الصلاة، أن تؤتي الزكاة الواجبة، أن تصوم رمضان، أن تؤدي العمرة أو الحج إلى غير ذلك، هذه أمور ما عاد الصحابة رضي الله عنهم يعني يناقشون فيها. احنا نتكلم على كيف ننال الدرجات العليا من الجنة عند الله عز وجل. وانظر إلى تأثير القرآن فيهم، ومثل هذا رما كان قصرا على أبي طلحة الأنصاري، حتى نقول إنما كان أبو طلحة رضي الله عنه استثناء من بين قاعدة عامة تخالف هذا الأمر. لا، سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان من بين القاعدة التي تشكل عموم الناس في ذلك الزمن.
فملي كانوا تيسمعوا القرآن الكريم كان شعارهم هو شعار أصحاب البقرة. شعار أصحاب البقرة هو اللي جاء في الأخر ديالها في أفضل آياتها، وهو قول الله عز وجل: وقالوا سمعنا وأطعنا. شعار أصحاب البقرة من بني إسرائيل هو سمعنا وعصينا. فدابا كنشوفوا القرآن الكريم وننظر إلى علاقتنا بكتاب الله عز وجل، وتنشوفوا عندما نسمع الآيات. أنا لم أعد أتحدث عن الآيات التي تحث على مكارم الأخلاق وعلى العطاء مما هو قد فضل عن العبد. إحنا كنتحدثوا دابا على الحد الأدنى من القرآن الكريم، كيقولنا وأقيموا الصلاة، يعني الحد الأدنى اللي عليه غلقوا الله عز وجل. كيف هي علاقتنا بالصلاة؟ بل قبل كاع ما نشوفوا رؤوسنا حنا مع القرآن الكريم في الأوامر ديالو في النواهي والزواجر، علاقتنا بالقرآن أصلا ملي كنبغي نقرأ القرآن الكريم، يعني كيف هي حالي وأنا أحاول أن أريد أن أقرأ القرآن الكريم؟ هل نتعامل مع القرآن الكريم؟ حنا بغينا القرآن الكريم دائما كيعجبنا كلنا ذاك الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. كيعجبنا هذا الحديث لأنه تضمن هذا الدعاء الجميل، ونسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، بمعنى أنه يجب أن يكون هذا القرآن مثل الماء الذي ينزل على الأرض الجذباء، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت، هكذا يكون القرآن ربيع قلوبنا. وغادي تسروا القرآن الكريم غتلقوا أن الله عز وجل ضرب مجموعة من الأمثلة على إحياء الأرض بعد موتها وإنزال الماء من السماء لتسيل أودية بقدرها كما في سورة الرعد، أو لا اهتزت وربت كما في سورة الحج إلى غيرها. غلقوا أو لا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها كما في سورة الحديد. غلقوا باللي دائما السياق يرتبط بإحياء القلوب بالوحي، دائما الكلام كتلقاه على القلوب، ودائما الله عز وجل يضرب مثالا على الوحي الذي أنزله من السماء ليحيي به تربة القلوب، يضرب مثالا على الماء الذي أنزله من السماء ليحيي به تربة الأرض. لكشاش كان النبي عليه الصلاة والسلام من اللي تينزل المطر كان يحسر عن ساعديه وعن رأسه، ومن اللي كيسولوا علاش تلقى المطر يا رسول الله، كيقول إنه حديث عهد بالله، إنه حديث عهد بالله عز وجل. فإحنا من اللي كنشوفوا رؤوسنا وبغينا القرآن الكريم يكون ربيع قلوبنا، وهو ربيع للقلوب لمن أتاه حقا وصدقا، لكن شوفوا رؤوسنا بعد ابتداء كيف نأتي القرآن الكريم، كيف نقرأ القرآن. باقي ما دويناش على الجانب ديال تصحيح التلاوة، باقي ما دويتش على شيء، أنا كندوي غير أنا جاي باغي نقرأ القرآن، مشيت للمصحف وبغيت نقرأ القرآن، واش أستعد له استعدادا ولا فين موالاني؟ واش أتوضأ وأسبغ الوضوء ولا غنبدا نقلب على الفتاوى الشاذة ديال أنه راه يجوز مسك المصحف حتى ولو بدون وضوء، حيت ما فياش ما يتوضأ. أنت جاي أصلا تريد الاستفادة من كلام الله، وأصلا قلبك عامر بالعجز، قلب اللي فيه العجز هذا قلب ديال الكسالى، والكسالى لا ينتفعون من كلام الله عز وجل كما يمكن أن ينتفع منه الجاد المجتهد. لكن تقول باللي راه حنا كنا كنعرفوا بلا القرآن الكريم، فالتعريف ديالو كتقول القرآن الكريم كتقول هو المرادف، ماشي التعريف، كتقول هو كلام الله. منين جبنا كلام الله؟ جبناه من سورة التوبة، القرآن يتحدث عن نفسه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، زيد نعمس، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. إذن كلام الله عز وجل، مادام كتعرف بلي القرآن الكريم راه كلام الله المنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل، وهو كلام الله يعني تكلم به لفظا ومعنى سبحانه جل في علاه، وهذاك القرآن هو اللي حنا خاصنا نمشيو عليه إلى تمشي عليه الأمة إلى قيام الساعة، بمعنى أن القرآن رسالة من الله لمن لكل واحد فينا. فإذا القرآن الكريم دابا جيني بشوية بشوية تنبنيو القرآن الكريم، هذا سيد ربي تيتكلم معنا باش حنا نديرو شي حوايج. يعني واش 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 قبل ما تمشيو تحطي يدك على المصحف باش تجبدو تقرا فيه، واش استحضرتي أن اللي غيكلمك في ديك اللحظة هو الله؟ دعك من الجانب الذهني،
كلنا كنعرفوا ذهنيا يعني من حيث الجانب العقلي العقل الرياضي المادي كنا كنعرفوا غنسولك القران تقول لي اي كلام الله ملي كنحل المصحف اي سيدي ربي وكنا حافظين ديك الكلمه الزوينه اللي كتعجبنا اذا اردت ان يكلمك الله فقرا في المصحف واذا اردت ان تكلم الله فكبر في الصلاه كتعجبنا حنا هذه الكلمه هذه لكن حقيقه واش فعلا نعيشوها واش كتستحضر ان الله الذي تفتتح بالتعريف به في سوره الفاتحه في كل ركعه الحمد لله شكون هو رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إذا وقفنا مع كل وحدة في هذه الآيات هذو رمان سليج واش تستحضر بأن الله عز وجل خالق الأكوان بل خالق الزمان والمكان وهو الحي القيوم بمعنى أنه القيوم على كل خلقه لا ينام سبحانه وتعالى ولا ينبغي له أن ينام خذ باش تعرف وحدة شيء يسير جدا يدلك على طلاقة قدرته جل في علاه شوف غير ملي كتكون كتفرج مثلا ناخذ معك صلاة التراويح في العشر الأواخر في الحرم المكي وانت كتشوف ديك جوج ثلاثة المليون لكلها مجموعة بلاصة وحدة وفي صلاة العشاء ملي كيقول الإمام كيقول الله أكبر وتيتقادوا الناس وكل شيء تيكبر وتيدخل الإمام في الصلاة وتيبدا في تلاوة القرآن الكريم وكل شيء ساكت تيتصنت ومن بعد كيهبط للركوع كل شيء يعظم ومن بعد كيقول سمع الله لمن حمده الناس تقول ربنا ولك الحمد من بعد كيهبط للسجود كان حنا نتكلموا هنا على واحد جوج المليون ثلاثة المليون ديال البشر كلها لما سجدت كلها سجدت في وقت واحد وكلها تدعو ربها عز وجل في وقت واحد وسبحانه جل في علاه لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات والسماوات طباقا وكل واحدة فوق الأخرى لا تغطي ولا تواري منه خلقه سبحانه جل في علاه وهذوك جوج ثلاثة المليون واحد حدا واحد شي ما كيسمع شي اش كيطلب والله عز وجل يسمع الجميع وهو سبحانه وتعالى في نفس التوقيت راه يرزق غيرهم من 7.5 مليار ديال عباد الله اللي عايشه فوق هذا الكوكب في نفس اللحظه ملي كنقول يرزقهم ما تبقاش غادي كتفكر غير في الماكله والخبز يرزقهم في صحتهم وسبحانه وتعالى هو القيوم على نبضات قلوبهم جميعا وهو الذي يعطي اذنه ليتوفى هذا وليزداد هذا حيا وهو الذي يعطي اذنه لكي تسقط تلك الورقه من تلك الشجره ولكي تنبت تلك النبته من تلك الحبه هذا لخدينا غير الأرض بلا ما نهضروا على عوالم الحيوانات والحشرات التي تعد بملايير الملايير ثم إذا خرجنا من كوكب الأرض إلى الأكوان الممتدة التي لا يعلم مدها إلا الله عز وجل هو القيوم عليها وهذا الكون المادي بلا ما نهضروا على الجانب الغيبي والملائكة وطالعين وهابطين والسماوات لا إله إلا الله هذا الرب هو الذي يكلمك أنت على صغر قدرك وعلى فقرك الذاتي وعلى ذلتك وعلى ما اقترفته من الذنوب تجاهه بالمقابل مع ما أعطاك سبحانه وتعالى من النعم ومع ذلك باقي تيعطيك الإذن وتيقول لك ما كاينش مشكل نعطيك الإذن قرأ القرآن اقرأ كلامي واش تنستحضروا أن الذي يكلمنا في القرآن هو هذا الإله هذا كعيط لك هي المدير ديال المدرسة المدير ديال المدرسة تيعيط لك ويقول لك راه بغيت نقول لك شي حاجة واش تتخيل راسك مدير المدرسة تيهضر معاك وانت داير الجهة الأخرى تتخيل الرئيس ديالك ديال العمل تيهضر معاك وانت شاد التليفون كتقلب الواتساب اش فيه طيب الا عيط لك نعم سيدي قال لك حقا اليوم انت راه غادي تنال واحد وسام وغادي يعلقوا لك امير المؤمنين مباشره وانت جاي عنده باش يعلق لك الوسام كتخيل تقول لي عيبت بلاتي نشوف مصيفط لي الدراري شي حاجه نشوف واحد التصويره ونجلس نتفرج في واحد اللقطه وبلاتي راه كاين واحد الكاميرا خفيه نضحك عليها شي شويه وعاد غدير هذا الشيء ما تقدرش تفكر فيه طيب وعندما تريد ان يكلمك ملك الملوك ما بالنا لا نتأدب مع كلام الله عز وجل على مستوى التلاوة ابتداء بقي ما دخلت معك في حتى حاجة أنا يالله كنهضر معك أنك تمشي تمد يدك للمصحف
علاش انا كنورك على هذه القضيه هذه؟ حيت تبارك الله هذا وقد حق لاخي الحبيب لما وصفهم ان يصفهم بالاشبال. احنا عاده ملي كنوصفوا الوليدات كنوصفهم بالبراعم. هادو البراعم اللي يكونوا مثلا غيديروا شي نشيد وشي افتقيات وكذا، لكن لا يكونوا يحملون كلام الله عز وجل، حق لنا ان نصفهم بالاشبال. فهذوك الاشبال تبارك الله قبيله راهما نفسهم اللي كيكونوا جالسين حدانا في الدار، هما نفسهم اللي كيشوفونا كيف نتعامل مع القران، وكيشوفونا كيفاش كنوركوا عليهم هما باش يمشيو يحفظوا، وكنوركوا عليهم كيفاش يمشيوا يراجعوا، وكيقول لي لا والقران اشد تفلتا من الابل في عقولها وخصك تراجع ودير الى اخره. طيب شنو هي الصوره اللي غنعطي انا لذاك الوليد فيما يتعلق بالقران الكريم وانا تنورك عليه باش يحفظ ويدير ويطلع ويهبط، وانا في نفس الوقت كيشوفني كيفاش انا كنتعامل مع القران؟ في احسن الاحوال كنجبد المصحف، والا راه ولينا كنقراو في الاجهزه الالكترونيه وهذا طرح اشكال. واش التلاوه في تلاوه القران من الاجهزه الالكترونيه هل هذا ممنوع؟ لا ليس بممنوع. هل هذا ينقص الاجر؟ لا لا ينقص الاجر. انا كندوي على الصوره التي تنقدح في ذهن الولد. انت جالس شاد تليفونك كتقرا فيه القران في الصاله، والزوجه عندك انت عيطات لولدك، ولدكم عيطات ليه قالت لي اجي الاب ديالك اش تيدير؟ حيت بغات تسولك على شي حاجه ولكن مابغاتش تبرزتك. قالت لي الاب ديالك اش تيدير؟ اش غايقول لها الدري؟ الدري ما شافش اش كاين في الشاشه. اقول لي رشاد جاوب واش صغير كما قال سواد نوضو خايا يمشيو بحالاتنا. شاد تليفون قر بها، انا بغيتك تخرج من فمك باش تعرف راسك اش كدير، بغيتك تقر. غايقول لها شاد التليفون. طيب بالنسبه للوليد الصغير شنو الفرق وانت شاد التليفون ما بين انت كتقرا القران ولا كتهرس في الفانيدات ديال كاندي كرانش، ولا كتعيط لصاحبك تتهضر معاه، ولا تطل الفيسبوك اش طاري فيه؟ بالنسبه للدري الامر سيان فحال فحال. فإلا بغينا حنا وليداتنا ابتداء بغينا وليداتنا يكملوا في هذا المشوار الطيب، والله العظيم وددت لو كانت المساله يعني متاحه ومباحه، لكن شرع الله عز وجل فوق الجميع، لو كانت المساله متاحه ومباحه لقبلت يدي الجميع. اللي عنده شي وليدات حاطهم في الخط ديال القران الكريم والله العظيم الا يستاهل نمشي نبوس ليه يدي ونبوس ليه ترجلي. لان يعني في الزمن اللي حنا فيه وتلقى الوالدين مازال حريصين على وليداتهم يديهم القران الكريم، راه ما عاد لنا صرح ندافع عنه الا كلام الله عز وجل. لان يعني الاصوات التي صارت ترتفع الان انتم راه كتسمعوا هذا الشيء راه ما بعيدش عليكم، راه النار ما طالت انتم خشين في الاخبار كتشوفوا واش طاري. الاصوات التي صارت ترتفع راه جميع المعالم ديال الدين بغات تكرطها من التحت. واللي غيبقى محافظ لينا على وليداتنا انهم يبقوا ضابطين المفاهيم، ويبقوا ضابطين الاشياء، ويبقوا ضابطين الامور اللي دايره بهم، ويبقوا غاديين شادين الخط عن سيدي ربي، لا يختلفون عنه يمنه ولا يسرى، هو كلام الله عز وجل فقط. سيدي ربي هو اللي غيحط ليه ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. من اللي غايقول لك لا، حيجي واحد يقول لي لا راه ما سميتوش الزنا راه سميتو من العلاقات الرضائيه، غيجاوب القران غيقول لي ان هي الا اسماء سميتموها انتم وابائكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. القران هو الذي يضبط هذا في قلوب اولادنا وفي اذهانهم. الا يجي واحد يقول لك حق قال لا ماشي اشكال نلحق ابن الزنا بابيه وديك الساعه يصرف عليه تيكبر، بمعنى انك تقول لعباد الله اللي عندهم الفلوس ازنوا وليكن لكم حمل من الحرام ولا اشكال ما دام عندكم الامكانيه انكم تصرفوا عليه. وغينوضوا غوتوا المزاليط، حنا ما عندناش فلوس باش نصرفوا عليه، اقول سنفتح لكم بعد قليل اصبروا، سنفتح لكم باب الاجهاض. طيب عن اي مجتمع نتحدث؟ واش نتحدث عن المجتمع الذي كان القران مستقرا فيه منذ عهد الفتح الاسلامي هذه 12 قرن؟ واش كندوي على مجتمع الذي يدين معظمه لله عز وجل بدين الاسلام؟ راه كانت مجتمعات تدين كلها لله بدين الاسلام، من اللي كان التفريط في القران الكريم صارت المجتمعات كلها الان متفسخه. وكانوا ناس هاجروا على قبل لقمه العيش في اواخر في اواسط القرن التاسع عشر. وهاجروا من الشام ومشاو لامريكا اللاتينيه. منهم اللي جلس في البرازيل ومنهم اللي جلس في الارجنتين، عمومهم كانوا ما بين البرازيل والارجنتين والشيلي، عمومهم كانوا في ثلاثه ديال الدول. احفادهم الان اما ملاحده اما نصارى، علما انهم هم
كانوا مسلمين وكان عدد منهم من المصلين، لكن لم يكن هناك اهتمام بمد شعلة القرآن الكريم عبر الأجيال، كان التفريط في كلام الله عز وجل، وإنما ساد المسلمون في الصدر الأول للإسلام إنما سادوا بكلام الله عز وجل. كلكم كتعرفوا في السيرة النبوية أين نزل نور الوحي؟ نزل بمكة. مكة في هذاك الزمان باعتبار موازين القوى الدولية إن صح التعبير الحادث، إش كانت تسوى مكة عند الناس؟ ولا شيء. أكبر دليل على أن مكة فضلاً عن المدينة، المدينة ما كان عندها اعتبار احتاجها النبي عليه الصلاة والسلام، الجزيرة العربية كلها ما كان عندها أدنى اعتبار في ميزان القوى الدولية. أكبر دليل هو أنه الروم وقفوا في الشمال ديال الجزيرة العربية في حدود تبوك، عندو خلاو حطوا الغساسنة تما كموالي ديالهم، كيقولوا نتوما غير سوقوا لنا شي شويه الخبيره شنو طاريش ما كاينش الى اخره وخلاص. الروم ما كانت تطمع اصلا في الجزيره العربيه، وبلاد فارس كانوا حاطين الحاكم ديالهم الممثل ديالهم في جهه اليمن، يعني الجنوب الشرقي ديال الجزيره العربيه هو اللي كان فيه شي بركه ديال الخيرات الى اخره، حاطين الحاكم ديالهم تما فقط. اما وصل الجزيره العربيه ما كان هناك اهتمام بذلك المكان اصلا، ومع ذلك انطلقت الحضارة التي سادت الأمم وعلمت الدنيا كيف تعيش، كيف تعيش حياة حقيقية تجمع بين المادي والمعنوي والحسي والقلبي والوجداني والعقلي، وصارت في الصدارة في جميع أنواع العلوم. انطلقت من هذاك المكان المقفر وابتدأت برجل وامرأة وصبي ومولا من الموالي. هذا الشيء باش بدأ الإسلام. 50 سنة من بعد اقرأ الأذان تأذن في الحدود ديال بواتي في جنوب فرنسا، وفي الأواسط ديال إفريقيا جنوب الصحراء، وفي حدود الصين. 50 سنة باش هذا الشيء كان، هذا الشيء كان بكلام الله فقط لا غير. أتقول لي راه كاين السنة؟ إيه راه كنتكلم معاك على كل ما هو مرتبط بكلام الله، بل حتى من اللي كانوا الناس يحدثون شيء من المناهج الدعوية ولا كذا بحسب الواقع الجديد الذي يكتشفونه، إنما كانت بوصلتهم هي القرآن الكريم، واللي كيحدد لهم واش داك الخط اللي غادي فيه مقاد ولا عوج. الآن الكل شيء الآن يعني يتبجح بأنه يرتبط بالقرآن الكريم، الكل يتبجح بأنه يريد أن يخدم الإسلام، لا الحركات الإسلامية لا الجماعات الإسلامية، كل شيء كل شيء كل شيء، بل حتى بلغة السياسة لا منتمون تا هما تيتكلموا، بل من يريد تغيير دين الله عز وجل تا هو كيقول لك اودي راه نحن أقرب إلى الله من الجماعات الإسلامية. وسير أنت فهم هذا كيفاش تيدير وخو باش مركب. لكن الذي يحكم على أن هذه الحركة أو هذه الجماعة أو هذا الفصيل أو هذه الجهة أو هذا الشخص راه يسير في الاتجاه الصحيح راه بحسب قربه من منهج القرآن الكريم أو بحسب بعده. راه كلنا كنغوتوا بداك الشعار الزوين، اللي زوين في الشعارات أنها مختصرة مختزلة رنانة وتتعجب كل شيء وقضية غرام. الإسلام هو الحل. إيه واخ نهبطوا الواقع الشريف كنديروا ليه؟ غنجي نقلب غنلقى بنادم ليبرالي حتى النخاع أو علماني حتى النخاع ويرفع شعار الإسلام هو الحل. الخير في القرآن وخب الحاج على رسول عيني، الخير في القرآن كي غنديروا ليه؟ أي الخير في القرآن واخا كي غنديروا ليه؟ كي غنهبطوا على أرض الواقع كي غنعيشوه؟ كتقول الخير في القرآن وما بين كلمة الخير في القرآن والإسلام والحل كتضرب جنطرات ديال الكارو، فين هو الخير في القرآن؟ لا لا تبارك الله حضرنا ذاك النار أستاذ ياسين والله العظيم إلا قال شي كلام زين وغدوزي عندي في العشيه باش نمشيو عند فلان راه دايره العرس لولدها في القاعه راه جايبه الجروب جايبه الجروب فلان فلاني تبارك الله هيا وراه نمشيو نحضروا ليه ان شاء الله ونقصروا نيت شويه ونقشبوا راه الصباح نيت حضرنا القران طبخوا لينا دماغنا بارك الله يجعل شي بركه شويه هكا وشويه هكا وجبد لك حديث ساعه وساعه امي الحاجه قلتي بلي ديك الهضره اللي قبيله عجبتك اه والهضره اللي قالت لك قبيله عجبتك راه كتقول لك ذاك العرس اللي غدير فيه الكمانجا والروينه الكحله راه لا يجوز واللي قالها لك هو القران. فملي كنبقاو نهزو الشعارات هذا مزيان نحطو الشعارات الفوق، لكن التنزيل ديالها على ارض الواقع بحسب قربنا او بعدنا من مناهج القران الكريم غنعرفوا ريوسنا واش حنا غادي نشد الخط ولا ما غادي نشد الخط،
واخا نكونوا حنا تنحفظوا ومدخلين وليداتنا يحفظوا القران الكريم. انا ملي بنتي غاده شاده الخط ديال القران الكريم وغاده وهي تتكبر وغاده الحجاب ديالها تيتقاد وانا كنقول لها التغنبيره هذه اللي درتي لينا ما عرفناها منين جبتيها، راه ما بقيتي نافعه بتا حاجه، مهمتي انك دخلتيها في الصغر تحفظ القران الكريم، حيت هذاك القران هو اللي قال لها دير ديك اللي سميتيها انت تغنبيره، هذاك سميتو لباس العفه والحياه والحجاب ديال سيدي ربي. فما كيتفهمش القران الكريم بالقانه ديالنا حنا. فاول الاشكالات التي نعاني منها في علاقتنا بالقران الكريم التي لا تجعل القران ربيعا لقلوبنا نحن. اما القران راه ربيع القلوب، مرة أخرى الشعار القرآن ربيع القلوب، لكن هل هو ربيع لقلوبنا نحن؟ ويستحيل أن يكون الخلل في القرآن، حاشا كلام الله عز وجل. إذا الخلل كاين عندنا على مستوى قلوبنا، والقلوب ديالنا هي اللي خاصنا نعاود نرجعوا لها ونحطوها في السكانير ديالاش، في السكانير ديال القرآن. ما كاين حتى سكانير أخر اللي غيكشف لنا على العلل والمصائب والأمراض اللي عندنا في القلوب. خذ غير المرض اللي ديال علاقتنا بالصلاة، اللي غيكشف لك المرض ديالك في الصلاه هو القران. ملي سيدي ربي تيدوي على اهل النفاق كيقول لك واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، الله يفتح لك. طيب كتشوف راسك انت مع الصلاه حالتك كي دايره، ملي كيقول المؤذن الله اكبر كيفاش انت داير؟ شتا تنوض ناشط؟ انا ما كندويش على الكسل البدني، كندويش على التعب، راه بعض المرات الانسان كيكون ضرب تمانه السم والهم الويل الطويل ضربوا على قلبه ديال الخدمه بنهار وتيتم جاي داخل في العشيه عينيه تيطيحوا على بعضياتهم بالنعاس. مع ذلك ملي كيسمع المدن ديال العشاء تيقول الله اكبر ما كيقولش غنجبد عليها حتى من بعد، قلبو تيهزو واخا البدن عيان لكن قلبو هزو. ما كندويش على هذا، انا كندوي على الكسل ديال القلب، وانك صحيح فصيح وعالف واكل ودير قيلوله، الناس دايره قيلوله انت دير غيبوبه فيقتل سبعه العشيه وضارب قهيوه كحله ومصحصح وكيقول المدن الله اكبر، تتنوض ولا تيكملوا البيلانتي؟ تتنوض ولا تيضربوا كفرة؟ الميزان ها هو جاي، ها هو جاي عندك الميزان، الموسم ديال الماتشات غيجي، حيت كل قنت عند الموسم ديالو، هذا موسم كيعمر كل أربع سنين نعمس، موسم ديال كأس العالم، ها الموسم جاي، شوف واش كنعبدوا الله ولا كنعبدوا حاجة أخرى. ملي تكلم على الإنفاق قال لك ولا ينفقون إلا وهم كارهون، كيف حالنا نحن مع الإنفاق؟ لينفق ذو ساعة من ساعته. انا ما كنقولش لك انا ندير داكشي ديال ابو طلحه الانصاري، يا ودي نوصلوا غير لعطينا نخله من جنان ما نقولوها لحد، يا ودي بلا نخله عطيهم كيلو ديال التمر خلي نخلتك عندك هنينا. لا كندوي على القضيه ديال ملي كتبغي تخرجها، واش كتخرجها طيبه بها نفسك او لا كتبقى تضرب لها العبارات؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من يدعو على المنافقين قال لك ولا يذكرون الله الا قليلا، ميزانك انت مع الذكر. القران هو السكانير اللي غيكشف لك العلل ديال القلب، ما كاينش من غيره. اذا اللي بغينا نعرفوا الاشكال ديالنا مع القران خاصنا ندخلوا بعدا في القران، اتادب معه ابتداء في على مستوى التلاوه. الامام النووي رحمه الله ولكم يعني تطالعوا بعد ذلك إن شاء الله تعالى كلامه حول قضية الأدب، وألف غيره رحمة الله على الجميع وحفظ الله من لازال حيا منهم، ألفوا عديدا من الكتب فيما يتعلق بكيفية الإقبال على القرآن الكريم. ملي نبغيو نجيو نقراو القرآن كنديروا ليه؟ الناس تتكلم على الوضوء، تتكلم على استقبال القبلة والاحترام المصحف. أخباركم كاينين الناس في مساجد كيكونوا كل المقرآت، المقرأة اللي محطوطة كتحط فيها المصحف، المرة شي واحد كيقرأ مثلا في المصحف وتينوض كيخليها وصافي، تقامت صلاة يصلي تيمشي كتبقى المقرأة محطوطة تما، لا إشكال في ذلك. بعض الناس تيجي مثلا هو جاي داخل من هنا من هذا الباب وتيلقى المقرأة محطوطة، وهو الأصل أنه غادي يدخل، إلا لقيتي المصحف مقلوب اش غادير ليه؟ أدخل بو تردو وتجلس. من الناس من تأدبا، هذا ليس بواجب، لكن من تأدبهم مع كلام الله والله ما يقلب المصحف، كيقول لك ندور انا، ندور في المصحف انا، ندور للجهه الاخرى، كيقول لك قلبي خصو يتربع لانه انا اللي ندور للمصحف فين دار، ماشي القران اللي يدور فين كان فين بغيت انا. مستوى عالي جدا. بعض المساجد في بعض الدول يستحيل
يستحيل استحالة مطلقة أنك تلقى الرفوف ديال المصاحف لتحت والرفوف ديال الصبابط الفوق، واخا يكون الرف ديال الصباط لهي والرف ديال المصحف هنا جهة القبلة، والله ما تلقى الرف ديال المصحف لتحت والرف ديال الصباط الفوق. كيقول لك كيف صباطك أنت شبعان فرماج وتحطه الفوق والمصحف يجي لتحت؟ أبدا. قال لك الكفار لما شاهدوا للقرآن قال لك وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. شو هذا المستوى العالي اللي مشاو به هاد الناس؟ بل ملي كتكون انت مثلا شاد المصحف وجالس تقرا وهو دايز وشاد النعل ديالو عزكم الله صباطو ولا صندالته ما يدوش من قدامك، هذا راه ماشي صلاه. كيقول لك ولكن لا القران هذا ندوز انا قدامي وصباطي دايز فوق المصحف تنسطي ولا مالك تيدور هو من الجهه الاخرى. شوف هذا الاحترام ديال انا ما كنقولش حنا كلنا حيت هادشي كله اللي ذكرته مثلا قضيه وضع المغاربه عندهم واحد الجانب باقي زويون في تعظيم كلام الله عز وجل وهو انهم ما تيحطوش المصحف على الارض. جرب تحط المصحف على الارض في شي جامع والله تياكلك الرجال الكبار. واش كاين شي نص يمنع من وضع المصحف على الارض اذا كانت الارض نقيه الى اخره؟ ليس هناك نص يمنع من هذا، لكن الناس كنمشيو على مقام الادب مع الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المهم محل الشاهد، فتيتكلموا على أخذ المصحف واستقبال القبلة والوضوء والتطيب وغسل القلب قبل التلاوة، بمعنى بتجديد التوبة والاستغفار، ويطلب الله عز وجل أن لا يزيغ فهمه ويقرأ القرآن، وإلا قرأ شي ثلاثة ولا أربعة الآيات ولقى قلبه ما حاضرش فيها تيعودهم بثلاثة وعاد باش يتم غادي. هذه كلها من شأنه يعني واستحضار النيات، وكيجلس كاين فيهم اللي كيكتب النيات كيكتبهم غير باش يستحضرهم. نية ديال أن يغسل الله قلبه بالقرآن، أن يجعل له من كل حرف بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أن يحبه الله ورسوله، أن يحب الله ورسوله، يعني أن ييسر له الحفظ، مجموعة من الأمور يستحضرها الإنسان وهو غادي. الله حنا كندعو على الخطوة رقم واحد ديال أنني نقرأ كلام الله عز وجل، لأن هذه المهمة الأولى ديال النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أول حاجة يديرها يتلو عليهم آياته. المسألة الثانية، وليداتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم، شفناهم كلهم تيتكلموا على المثابرة ديالهم في الجمعية الطيبة جزا الله القائمة عليها خير الجزاء، وتيمشيوا عندهم ويحضروا ويراجعوا ويقراوا إلى آخره. طيب جميل جدا، البيت الدار اللي فيها هذا الوليد ولا هذا البنيته تيمشي تيحضر الكتاب وتيرجع، الدار واش فيها مجلس ديال القرآن؟ ما كنقولش لك مجلس ديال القرآن تعيط على فلانه وعلى فلانه وعلى فلانه، ولا انت تعيط على فلان وعلى فلان. انا كندوي على المجلس ديال الدار مع موالين الدار، انت مرتك وليداتك، لا كاينه معكم الشيبانيه في الدار ولا معكم الشيباني في الدار ولا كذا، هذا واش كاين شي مجلس كيتقرا فيه القرآن داخل البيت كل واحد والمصحف ديالو؟ غتقول لي لا راه كاين الطابلات والتليفونات، كنقول لك كل واحد والمصحف ديالو. خاص الناس خصنا نشوفوا المصحف داخل البيوت، ومبدا التمليك هذا يساعد الاولاد على الارتباط بالقران الكريم، انك تملكه المصحف. تشتري مصحف وما فيها بس تكتب لي واحد الاهداء الى الابن البار او الى بنتي الباره الجميلة الطيبة فلانة الفلانية، إن شاء الله تعالى الحافظة لكتاب الله عز وجل كانت بقى ما حفظاتش، أو المثابرة، واحد الإهداء كتبوا لها أنت بخط يدك إلى أمي مقاريش. شوف شي واحد اللي يكتب لك أنت، لكن أنت تقول لها اللي بغيت نقول لها واللي بغيت نقول لها، وخليه ويكتبوا لها بخط يده وقول لها المصحف هذا ديالك. ملي يكونوا جالسين في المجلس ديالنا ديال القرآن كل واحد يجيب المصحف ديالو، وجيب نعم سيدي هذاك المصحف، ونجلسوا كل واحد المصحف ديالو ونفتحوا قراوا بسم الله الرحمن الرحيم، قرا يا بنتي قرا وليدي. داكشي غتقولي اش غنقرا؟ قرا، المهم قرا. خاص يبقى عندنا هذاك المجلس ديال القران الكريم داخل البيت. ثم من بعد كندوزوا للمرحله الاخرى اللي هي محتاجين هذاك الكلام سيدي ربي، دوك الرسالات اللي صيفط لنا الله عز وجل، راه ما عندها حتى معنى اننا كنقراو الرساله ديال سيدي ربي وحنا ما فاهمينوش اش تيقول لنا. كتلقى الراجل كيصلي 65 سنة و65 عام كيوتر و65 عام وكيقرأ قل هو الله أحد الله الصمد،
ملي كتسولو با الحاج شنو هي الصمد، او لي يسولو حفيدو با الحاج شنو هي الصمد، كيبقى يبقل وجيت تقول لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، على زعما انت ليس في وسعك ان تسال شنو هي الصمد، وانت عندك 70 عام بو الحاج ونهار كتبغي تشري طوموبيل تبدل الطوموبيل اللي عندك كتسرى كاع السواق ديال الطوموبيلات كتطلع لها حتى الناظور باش تبدل لها الجوانب، والله الصمد اللي حداك الفقيه ديال الجامع ديال دربكم نهار وما طال انت تنقر عليه، لا طول علينا لا قصر لينا، لا دخل بكري لا دخل معطل، لا كيدير لا ما كيديرش، ما عمرك ما جيتي عنده دقيتي عليه وسولتيه شنو هي الصمد، وبغينا القران الكريم يخدم فينا ويكون ربيع قلوبنا، كيف يكون القران ربيع قلوبنا ونحن لا نفهم اصلا معاني كلماته؟ ربما في واحد الزمان ممكن يقدر يتحجوا بعض الناس يقول لك اودي راه ما كاينش اللي يقول لنا، ما في هذا الزمان هذا والله العظيم هذه الحجه ليست بقائمه بل حجه داحضه، حجه غير مقبوله لا في الدنيا ولا في فضلا عن ان تكون مقبوله في الاخره. دابا كاين تبارك الله الناس اللي تمشي تسولهم ائمه المساجد، الناس مثلا طلبه العلم تمشي للجمعيات، عندك التفاسير عندك التطبيقات اللي كتنزلها، عطى الله التطبيقات، سولوا غير اخوات القائمات على الجمعيه قول لها واش كتعرفي شي تطبيق ديال القران الكريم اللي يكون فيه التفسير الميسر ومعاني الكلمات وكذا الى اخره، بقاو يعطيوكم تاي تتقرعوا، خاصه اللي نوضق دي غرض بنادم الى يومنا هذا وفي الفاتحه بقى ما كيعرفش شنو هي الفرق ما بين الرحمن والرحيم، اذا كيفاش غنعبدوا الله حنا وحنا ما كنفهموش اش كيقول لنا؟ يعني سيدي ربي راه تكلم معنا وعطانا الرسالات وصيفط لنا ديك 6236 رساله اللي هو عدد ديال الايات وصيفطها لنا وحنا كنتفرجوا فيها كنقراوها كنتبركوا بها في احسن الاحوال كنتبركوا بها ومن بعد كنمشيو بحالنا. ها علاش تسربوا عباد الله من خلال نقص فهمنا للقران الكريم وبداو تيكذبوا على وليداتنا. بدا يقول لي حكا راه ما كايناش ايه في القران الكريم تحرم الخمر. ما كايناش شي حاجه سميتها حرمت عليكم الخمر. اقول لي ما كايناش حرمت عليكم الخمر، ولكن التحريم اللي جا في الايه راه اشد من لفظه التحريم. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الرحمن. حاشاه من رجس من عمل الشيطان، ها هي رجس. الله عز وجل يبيح لك الرجس؟ يستحيل. من عمل الشيطان، الله عز وجل يبيح لك اتباع الشيطان، وسيدي ربي في الآية الأخرى كيقول لنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فكيف يسمح لنا بأن نتبع رجس الشيطان؟ ثم قال فاجتنبوه، والاجتناب أشد في التحريم من لفظة التحريم، لأن من اللي قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة يعني الجيفة، ماتت عزكم الله واحد البقرة وبقات جيفة، أي حرام علينا ناكلوا منها ياك، لكن واش حرام عليا ندوز من حداها؟ واش حرام عليا نهزها وندير شي بلاصه فين تلاح؟ ما حرام كاع. والدم منوع علينا نشربوا الدم، واش منوع علينا نشربوا الدم والعدوي بوحدي؟ منوع علينا نشربوا الدم ياك نعمس مزيان، لكن ملي كاد نهار العيد الكبير ياك نخرجوا مجلخين دمايات، نهار العيد الكبير راه كنولي واحد الشعب كيخلع شي شويه الله يغفر لينا. طبعا اللي ما عرفناش كيما لك الرجاله خارجين والدمايات وهازين جناوه وكيسلموا على بعضياتهم السلام عليكم، ما هي كودي لها اللي ما فهمش السنه وما فهمش هذه الامور هذه راه يتبرزط شي شويه مسكين، كيحتاج اننا نشرحوا ليه. اذا حرم علينا الدم لكنه لم يحرم يحرم علينا القرب من الدم بل التلطخ به في الحاله ديال حنا كندبحوا الى اخره، لا اشكال في ذلك. نفس المساله بالنسبه للحم الخنزير، لكن ملي جا الشراب ما قالش لك ما تشرب الشراب وما تقربش ليه، تفصيل المسألة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بمعنى من أراد أن يكون مؤمنا وأن لا يكون منافقا، لأن الفرق ما بين المؤمن والمنافق هو الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. إذا ملي كنتكلموا على قال لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماشي قال لك فلا يشرب الخمر، فلا يجلس على مائدة يشرب عليها خمر. أو دير لنا ما كنشربوش، عا جالس معاهم واش جالس كدير؟ لا حيت بيني وبين داك السيد واحد البيعه وشريه، الهلا يبارك في باب هذيك البيعه وشريه، البيعه وشريه اللي تدوز على مائده اللي كيتضرب عليها الشراب ما فيها لا بركه ولا مليم به. تقول لي اوكي غنديروا راه داك السيد فهمتيني راه تبارك الله عالم في الطب وعندنا داك المؤتمر كيحطوا لنا الشراب وحنا دابا في بلد ماشي مسلم وكذا الى اخره،
أسيدي عزها تعزك. قول لهم خويا حنا مسلمين وما كنجلسوش بلاصه اللي فيها الشراب، الا كنتو ديروا لنا شي طابله الله يجازيكم بخير ما يكونش فيها الخمر. هذوك الناس كيامنوا بالصرف، وديك الطابله مخلصه غتقول لي حيد لي الشراب حيد لك الشراب، قطعي السطر سالات. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. حنا ما قلناش لك دخل تكبر عليهم، حنا قلنا لك غير قول لهم انا مسلم وهذه المسائل هذه لا يقبلها ديني فقط. غتقول لي يا ودي لا راه ما كاينش كيفاش الطواب كلهم فيهم شراب بلاش هذاك العشاء. طلع السوبر مارشي بواطا ديال طون وباريزيانا والماس لقيتها بقات تقرات حتى للصباح. انت غادي بالزنقه باش غيفرقوا اللي ضرب الكروفيت رويال على اللي ضرب الطون، وكل شيء خارج من البحر. الله يرزق الصحه والسلامه. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يشرب عليها خمر. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. واش كان عباد الله شي تحريم اكثر من هذا الشيء؟ اقسم بالله الى التحريم الذي ورد في هاتين الايتين الى اشد واقوى واثبت من لفظتي حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. لكن من كيتسربوا هما؟ تيتسربوا من جهه ان وليداتنا ما عارفينش المعاني ديال القران الكريم. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. كتقول لك راه قال لهم يدنين عليهن من جلابيبهن ماذا ما فيش امر بالحجاب. ياك مهمتي. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت لك اودي لا راه غير تغطي صدرها وراسها وعنقها ودنيها وصيقانها هذا الشيء ما لا ما قال سيدي ربي هذا الشيء. اشتري فيا واش بغيتي تفهمي القران باللغه العربيه التي نزل بها انا انزلناه قرانا عربيا، ولا بغيتي تفهمي القران بالدارجه، اولا بغيتي تفهمي القران بالهوى ديالك انت. فكنجيو نقلبوا في الاخر كنلقاو كيفهموا القران بالهوى ديالهم هما وباغيين داكشي اللي مسلكهم هما ويعوجوا القران باش يخرج لهم هما داكشي اللي مسلكهم هما. لكن حنا علاش كتنطالع علينا هاد الحيل؟ علاش حنا كيدخلنا هاد الشيء؟ لان حنا ما اجتهدناش في القرب من القران الكريم. اجتهدناش أننا نفهموا المعاني القرآن الكريم على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل إشكالات لطارية لنا إحنا مع القرآن الكريم؟ عندك كنت عطلت عليكم لا طول تقولوا لي باش نحبس. فاللي كاين في المسألة هو هذا، هو أن علاقتنا بالقرآن الكريم خصنا نعود نرجعون نضبطوها. الناس يحبون عادة يعني خصوصا في هذا الزمن هذا الناس يحبون إن صح التعبير الوسائل العملية. فحتى لا أطيل يعني الكلام عن القرآن الكريم، سيدي ربي قال لنا هو سبحانه في كلامه قال لنا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. بمعنى لو تخيل الإنسان، وهذا غير مثال ضربنا الله عز وجل للتقريب، أو تخيل الإنسان شحال كاين ديال الشجر في العالم كله في الأرض كلها، شحال ديال الشجر كاين، وكل شجرة تخيل شحال تقدر تخرج لنا من قلم، داك القلم اللي كان كتبوا به في اللوحة، يعني شجرة وحدة راه غتخرج لك المئات ديال الأقلام. وتخيل معايا شحال كاين من شجرة على وجه الأرض وكلها نصيبوها أقلام، والبحار اللي كاين يعني البحار والمحيطات كلها تكون عبارة عن مداد، تكون هي المداد، ونبقاو نهزو ونكتبو ونحن نتبحر في كلام الله عز وجل. ويتقادى البحر، تخيل خذ معايا البحر، كنهضروا على البحر ديال الدنيا كلها، ويتقادى هذاك البحر ويجيبوا البحر الثاني ويتقادى والثالث ويتقادى ويجيبوا الرابع ويتقادى ويجيبوا الخامس ويتقادى ويجيبوا السادس ويتقادى ويجيبوا السابع ويتقادى، غنلقاو روسنا باقي كنكتبوا تمجيدا وتعظيما وتنزيها لرب العزة والجلال، وهذاك الشيء غيتقادى وكلام الله عز وجل لا يفنى. الدليل هو انه دابا 15 قرن باش نزل القران الكريم ولا زال الناس يستخرجون منه اللؤلؤ والدرر والجواهر، وباقي دابا الان القران الكريم باقي كنستافدوا منه، باقي راه كلام الله. وكلام الله عز وجل الكلام وصفه من صفات الله عز وجل، وبما ان الله عز وجل حي لا يموت فكلامه حي لا يموت. كلام ربنا عز وجل حي لا يموت. تشوف من اللي كيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام على آخر الزمان ما كيقولش لك غادي يتقاد القرآن أو لا غيموت القرآن أو لا ينقطع القرآن، كيقول لك يرفع القرآن، تيترفع
نسأل الله العافية له، لا يخلينا ندركوا ذاك الوقت ولا يجعلنا سبب أننا نكون في سبب ذاك الوقت. الله يعافينا ويعافيكم. راح يتمسى علاش؟ وهنا معنا سيادنا الحفاظ ومعنا الحافظات الله يجازيهم بخير، هما يتخيل، غير يتخيل، إلا تخيل أنه شي نهار فاق الصباح وما لقاش القرآن اللي هو حافظه، الله يتا كيبغي تسطى، هذه تيتخيلها. أما اللي ما على بالوش بحالي أنا يعني الكسالى خلاص مشات جات ما كاينش إشكال، لكن اللي عنده الجوهرة وعارف القيمة ديالها، اللي عنده الجوهرة وعارف القيمة ديالها هو اللي كتلقاه خايف من اللي كيير كيتفكر كيقول عندك كيكونوا سرقوها، كيمشي كيحل ويقلب ويجبد هذاك الكفر ويقلب، الحمد لله باقى في بلاصتها. هذه جوهرة مادية، فما بالك بكلام الله عز وجل الذي أودعه سبحانه وتعالى في صدر عبد من عباده. الله ما سهل، الله ما سهل. لكن كما ذكرت ناس تبغي شي شوية ديال الوسائل العملية، فنذكر بعض الوسائل العملية لحسن تعاملنا مع القرآن الكريم حتى نستفيد منه على الوجه الذي ينبغي، وبها نختم إن شاء الله تعالى. ابتداء ملي نكون غادي قاصد القرآن نقراه نراجعه نحفظه، أول شيء خصني نفكر فيه بحال أول شيء أتمنى أنكم تكونوا فكرتوا فيه ملي كنتوا جايين اليوم، وهو إخلاص النية لله. ما جيتوا باش تحضروا المحاضرة ديال فلان ولا المحاضرة ديال علان ولا يحزنون، أنتم جيتوا لله عز وجل، جيتوا على اعتبار أنه هذا مجلس في طاعة الله سبحانه وتعالى. جا فلان ما جاش فلان يعود الرأسه، احنا جينا طاعة لله عز وجل. وأفضل شيء أنا أقول لكم، أفضل شيء طرى في هذه الأمسية هذه هو أننا سمعنا كلام سيد ربي، أفضل شيء. وإياكم يتبادر للذهن ديالكم أن أفضل شيء هو هذه المحاضرة هذه، والله العظيم إلى هذا من باب التقصير وسوء الأدب مع كلام الله. أفضل شيء طرف هذه العشية هذه وأننا سمعنا كلام الله عز وجل واكتحلت أعيننا بالحفاظ، هذا أفضل شيء. ما الكلام اللي كنقولوا أنا فين ما ولكم تلقاه أي واحد ممكن يقول لكم، وأي واحد فيكم قادر أنه يقول هذا الكلام هذا، لكن الله يصلح الحال. إذا أول شيء الإخلاص لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنني غادي لهذاك القرآن ما بغيت نحفظه باش نعيق على عباد الله، ما بغيت نشارك به في مسابقة باش ندي الجائزة الأولى ولا 18، ما بغيت يقيدوا لي كذا ولا يعطوني شهادة ولا كذا، أنا جاي لله عز وجل فقط. هذه رقم واحد. المسألة الثانية اللي عنده إمكانية أنه يدون هذا الشيء يدونه، اللي ما عندهش إمكانية إن شاء الله تعالى راه التسجيلات هذه تتبقى، ممكن يأخذ الواحد تل البيت ويتدارسها مع أولاده ويخدموا التسجيل ويتصنتوا ويدونوا هذه المسائل إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية كما ذكرنا، وأنا جاي باغي نقرأ القرآن خاص كاع الشواغل والصوارف اللي خدامة ليا في قلبي خصني نحطها على برا، على رأسها ما غنعيروش ولا شي حاجة، لكن نسميه وسميته الهاتف المحمول، هذاك العجب الله يجازيك بخير. ملي تكون باغي تقرأ القرآن طفيه، راه ما غيعيطش لك زعما جو بايدن باش تفك ليه الأزمة ديال المناخ في مصر ولا لا، ما سامحنا عارفين، ما غيعيط لك رئيس الحكومة، ما غيعيط لك الملك، ما يعيط لك حتى واحد، لا عيطوا لك غيقول لك راه البوطات قادات طفيه. هذا عيط لك يقول لك راه جاي معايا شي صحابي وجدي لنا العشاء، لا طفيه. لا واضح القضيه، راه ما تجلسيش، راه ما غاديش تجلس انت 8 السوايع، راه هذيك البركه اللي غادي تجلس باش تقرا داك الحزب ولا جوج الاحزاب ديالك انت طفيه. واش مولانا سبحانه وتعالى ما يستحقش انك تسكت الدنيا على قبل باش تصمت ليه؟ وسيد ربي تيسكت كل شيء على قبلك انت باش تيصمت لك انت. ملي كتهبط للسجود الله عز وجل كاع اللي حداك وضع ديك الهيبه ديال الصلاه، وانه ملي كتكون كتصلي ولادك كيبغيو يلعبوا، الزوجه ولا الزوج ولا خوتك كيقولوا سكت راه با تيصلي، اولا سكتوا راه امي تتصلي. سيد ربي تيسكته من عنده باش يتصنت باش يسمع لك انت سبحانه وجل في علاه، باش انت تدعيه وتطلبه ويقول لك لبيك عبدي تاخذ داك الشيء اللي بغيتي. واش الله عز وجل ما يستحقش اننا نسكتوا الدنيا على قبله هو سبحانه جل في علاه؟ إذا جمع القلب وجمع الفهم وأيضا جمع الجوارح. الإنسان اللي متعوب عيان ميت أو لا مريض ولا مضرور ولا كذا وما يمكن يقرأ القرآن إلا وهو متكي مثلا على ظهره ولا شي حاجة، لا حرج في ذلك، لا إشكال إن شاء الله تعالى، لأن هذا استثناء. لكن القاعدة أنت صحيح فصيح مقاد ما تجلس تقول يا حق راه نقرأ القرآن وحاط رجل على رجل فوق الكرسي ومتكي سميتو كتقلب على ذاك المسند اللي كتقاد به عنقك باش التكيه تجي هي هذيك، وحاط دكيكه ومره مره كتضرب في الوتر، ما تشمنتي لا ودي القران جمع راسك يرحم والديك.
ما كاين ما كاين بوتي لا وفاتي. هذه التفليه هذه، هذا قلب منشغل عن الله وتريد من الله ان يقبل عليك بالعطاء. سامحونا بعد ما تقدروا تلقاونا شي شويه تنسخن وتنورك، لان كنشوفوا شي مناظر اللي والله تضر في القلب. هذا الشيء كله اللي كنقول لكم انما هو من وحي الواقع الذي نشاهده، راه ما كنالف حتى حاجه من دماغنا. المساله الثالثه، اجتناب المعاصي وفعل الاوامر رقم واحد. مزيان انني واخا كندير المعصيه تنرجع نجري للصلاه ونرجع نجري للقران، هذا احسن من داك اللي كيمشي للمعصيه وما ترجعش للصلاه وما ترجعش للقران، اكيد اكيد. لكن اجتهد في ترك المعاصي وفي الاتيان بالاوامر. تيقول لك والله العظيم استاذ راه كنتفرج في الفيديوهات ديالك وكذا، ادعي معنا راه باقي عندي مشكل في الصلاه ما تنصليش. واش كتفرج في الفيديوهات ديالي؟ اش غيديروا؟ اش غدير بالفيديوهات ديالي انك انت ما كتصليش؟ اش غتستافد من الفيديوهات ديالي ولا ديال غيري الا كنتي ما كتصليش؟ واقبح منه انك تكون ما كتاديش الفريضه الثانيه في الاسلام اللي هي فريضه وركن، وكتقرا القران الكريم. اش غتقول لي كتستافد من القران الكريم وانت كتقرا القران الكريم ولا تؤدي الزكاه؟ هادي شحال من واحد كتلقاه حريص على انه يقرا القران الكريم وعزيز عليه الطلبه ويجيب الطلبه ويقراوا القران وكذا ويكرمهم الى اخره، والزكاه ديال المال ديالو ما مخرجهاش، الحرام مخليه داخل عنده للدار، حيت ما كتخرج الزكاه يعني مدخل الحرام. عند المعادله هي هادي، الزكاه ما كتخرجش يعني فلوسك داخل عليهم الحرام، حيت هذاك الحق ديال الزكاه متعلقين به الفريضه ديال الزكاه اللي هي فريضه وركن، متعلقين بها جوج الحقوق، حق الله عز وجل وحق المساكين والفقراء. فاللي كيخرجها بالزمنو حيت الحاكم واقف عليه كيقول لي الا ما خرجتيش الزكاه نطير لك راسك، وكيخرجها بالزمنو هذا راه ما كيتسماش ادى الزكاه، لانه ادى حق الفقراء لكن القلب ديالو ما كانش باغي، كان كاره، اذا لم يؤدي حق الله. واللي كيخرج الزكاه كيقول لك غنادي حق الله لكن كيعطي لبني عمو وبني خالو اللي لاباس عليهم ما محتاجينش الزكاه، غير ما كيدوروها مع بعضياتهم، والزكاه ديالو ديال القمح تيعطيها لولد خالته اللي عنده الزيتون، ولد خالته اللي عنده الزيتون الزكاه ديالو الا كان غيخرجها تيعطيها ليه هو ومدورينها، باش لقيت اللي تكون الغله ديال الزيتون راه حنا ضاربين الزيت، لقيت اللي كل القمح راه الاخر واكل واكله شاربه ودار مع بعضياتنا. والله العظيم شحال من واحد قال انانيا تيسول، هذا راه تيسول، بل اقبح منه في الزكاه ديال رمضان وتسطنتها، غير حيت انا كنخرج البان كومبلي الدقيق وهو تيخرج الفورس فتيعطيني هو الكومبلي وتنعطيه انا الدقيق. والله في الاول انا صاحبته تيضحك معايا، والله العظيم صاحبته تيضحك معايا، قلت ليه كيفاش هذا؟ قال لي راه كان الزكاه، قال لي انا والدراري معايا اللي كان هو كنعطيه كذا هو تيعطيني. قلت له والفقراء فينا ما؟ قال لي هكا كنديروا. قلت لي واخا، قلت لي واش شي عالم سولتيه وفتاك بهذه المساله هذه ولا؟ قال لي لا حنا بانتنا هكا راه مزيانه. قلت لي كون حبيبي الدين كيجي غير بانت ليا والله ما يصيفط لنا الله عز وجل كاع النبي عليه الصلاه والسلام. ولاش غزوه بدر وغزوه احد وفريع الراس وشي ميت وشي مقتول وشي مهجور وشي تتبان لي في ذاك هبل مستوني مزيان نشوفوا معاه شي لعيبه؟ ياك اودي لاباس. وسيادنا سولوا اهل الدين، سولوا المتخصصين. هذا راه اللي جا سول، اما عباد الله اللي كيديروا بحال الكعيات وما كيسولوا حتى واحد على الله شحال من واحد. اذا اجتناب المعاصي، لان المعاصي هي اللي كدير بحال الغشاوه بحال الحجب على القلب، ما كتخليش يستافد من النور ديال القران الكريم. سوره المطففين قال سيدي ربي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما كانوا يكسبون من السيئات. وهذيك يكسبون ويكتسبون لا يتسع المقام اننا نطولوا في القضيه، يكسبون بمعنى انه بقاو تيديروا في السيئات لدرجه انه ولات عندهم السيئه عاديه. حيت سيدي ربي اش قال؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت، يعني من الحسنات، لان الحسنه ملي كديرها كديرها بدون تكلف. ملي كتخرج انت والزوجه ديالك ما خايفش اللي يشوفكم باها، راه مرتك. لكن ملي ما كتكونش مرتك الرادارات ديالك كلهم غاديين وراد البال، تقول لك عندك خويا وتقول لها عندك الولد سميلو وماك على هذا القرار باش تطلي راجل. حرام طلق الحرام. السيده عجبك سير دق على دارهم. لا والديها ما غيبغيوش، كاين 6 كاين 3 المليار ديال العيالات ما خلقهاش الله غير هي.
وكاين 3 مليار ديال الرجاله ما خلقكش الله غير انت صافي وخلاص صاحبي. لا راه تفقس فينا صاحبي تاجن اجتناب المعاصي. علاش؟ لان قلنا لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت. فملي كتسمع كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بمعنى انهم هادو راه صاروا يتكلفون السيئه ثم السيئه ثم السيئه ثم السيئه ثم عياذا بالله طبع على قلوبهم فما عاد يتكلف السيئه ولا السيئه تيديرها هانيه ما عندوش اشكال. وهنا كيولي القلب صافي تغلف وتسد، الله يستر الا تسد القلب ديك الغشاوه، داكشي اللي فيه ديال الشر لداخل ما كاين اللي غيخرجو، وداكشي اللي كيوصل ليه ديال الخير من برا ما كيبقاش يدخل، فلا تنفع فيه لا موعظه ولا تذكره. لهلا يجعل قلوبنا من هذا النوع، الله يستر. اجتناب المعاصي وفعل الاوامر، الفعل الاوامر هي اللي كتصوب داك القلب كتوسعو وتقادو وتشرحو وتوجلي الارضيه ديالو، باش ملي كتجي الموعظه الانسان كيبدا يسمع في خطبه الجمعه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. صافي بارك عليه غير كلمه اتقوا الله، واخا تكون الخطبه كلها على منافع الخشب، هو اللي كيتقوا الله هي اللي خدماته، الله يجعل شي بركه يستافد منها ويمشي. المساله الرابعه وهي التي ذكرنا فهم معاني الكلمات. كاين مصاحف كتباع فيها في الهامش ديالها، في الهامش ديالها كاين المعاني ديال الكلمات، كل كلمه كاين المعنى ديالها. كتقرا انت التومون ديالك او الوجه وكتقرا حداه الصمد تعني كذا، هذه تعني كذا، فنادوا ولات حين مناص تعني كذا، هذه كتعني كذا الى غير ذلك. وكتبدا الذهن كيبدا وانت راه كتجيب الختمه الاولى والختمه الثانيه والختمه الثالثه والرابعه والسادسه والثامنه والعاشره، وكل مره جوج ثلاثه ديال الكلمات صافي تيلصقوا، جوج ثلاثه المعاني تيلصقوا. كتوصل واحد وقيته ما كيبقى، تقول لي انا امي ما كنقراش، نقول لك اشريف واخا ملي كت مثلا نفترض انت مثلا كتقرا مع الناس كتقراو الحزب ديال الصباح ورا الفجر والحزب مثلا ديال ورا المغرب، على هذاك الفقيه الامام ديال المسجد، على هذاك السيد امي ما قاريش، تبارك الله الائمه ديالنا ديال المساجد قاريين. ملي تسالي نعم سيدي واحد جوج كلمات بقاو لاصقين لك في دماغك، باش قريتي الحزب مثلا واحد جوج كلمات بقاو لاصقين لك في دماغك، ملي نسالي وديروا الفاتحه وتدعي وطلبوا الله عز وجل وتسالي، ملي تفرتكوا الناس سال عن الفقيه، الله يجزيك بخير ودا الفقيه راه واحد جوج كلمات قبيله راه قريناهم راه ما فهمتهمش شناهم. الى الفقيه ضابطهم راه غيعطيك المعنى ديالهم، الا ما ضابطهمش يقولوا لك اودا الحاج الله يجزيك بخير مزيان حنا نمشيو نبحثوا في هذه القضيه هذه. في الحزب ديال العشيه ديال المغرب غتلقى جايب لك الجواب، يقول لك هذه كتعني كذا وهذه كتعني كذا. استفدتي انت واستفد الفقيه وربما يستافدوا معك حتى الناس اللي دارين لك. نهار اخر ربما نقدروا نخصوا شي كلمه توجيهيه لسيادنا الائمه، كيفاش ممكن انهم يستغلوا هذيك الجلسه ديال الحزب الراتب باش يعلموا الناس اللي كيكونوا معاهم. وهنا نداء معنا الائمه، الناس اللي كيقراوا معاكم الحزب الراتب، الا شي واحد حافظ القران الكريم كيقرا معاكم ما تبقاوش تخليه يقرا من المصحف، قول لي الله يرضي عليك الحاج استغل هذا المجلس هذا وراجع المحفوظ ديالك، قول لي استغل المجلس وراجع المحفوظ ديالك، ومره اخرى عاوتاني زيد معاهم شي شويه قرا معاهم اللي تساليو مثلا الحزب، قول لهم غناخذوا واحد ثلاثة ديال الآيات الأولى اللي قريناها راه ملي سمعت قبيلة شي حروف يمكن ما كيتقراوش مزيان، وخدم معاهم المخارج والصفات. ما تحتاجش أنك تستف لهم المقدمة ديال ابن الجزري رحمه الله، يسير معاه تينطق ديك الضا ينطقها مزيان، وبدا يفرق ما بين الضا والضا باش هذاك السيد ما يبقاش يدي الإيتم وهو تيقرا القرآن وتيحرف في الكلام. يعني ما كايناش شي حاجة سميتها أولئك هم الظالمون، ما كايناش الظالمون كاع، ما كايناش الظالمون في القرآن الكريم، كاين الظالمون. غتقول يا ودي تاتا ما تحكرش اودا اللحيه كي الظالمون كي الظالمون الله رزقها الصحه والسلامه، على كي كلام سيدي ربي كي كلامك انت كي الله رزقها الصحه والسلامه نقولوها حتى هي ما يمكنش، هذا كلام الله وسيدي ربي قال لنا في القران، قال لك فاذا قراناه فاتبع قرانه. طريقه باش تقرا القران هكا خصك تقرا حتى انت، ما توصلش معاه حنا ما بغيناش نوصلوا مع الناس انهم كاع يبداو يضبطوا ان راه الغنه فيها جوج الحركات والاخفاء فيه كذا وكذا، يا سيدي غير ألا يلحن لحنا جليا يتغير معه المعنى فقط، سير مع الناس غير بهذه. إلا ربحتي هذه المسألة هذه غتكون ديتي معاهم إن شاء الله تعالى الأجر بشكل كبير. المهم نهار آخر نشوفوا هذه المسألة هذه. قلنا فهم الكلمات وما فيها بأس، هذاك المجلس اللي قلنا وأؤكد عليه المجلس ديال القرآن اللي يكون في البيت،
احنا تنقراو قرا ولدي قرا انت قرا انت قرا انت قرا انت وما فيها باش يكون عندنا واحد التفسير ميسر تفسير ميسر ما تمشيش تقاعد تغرق مثلا عند البغوي ولا عند ابن كثير ولا عند طاهر بن عاشور التفسير الميسر ماشي تا ديال الشيخ السعدي الله يرحمه مختصر في التفسير اللي شرف عليه مركز التكوين هذاك خذو غتقول لي ودير ما كاينش الوقت مع الطريق وانا كوميرسيال وكنشط الطوموبيله بزاف قلب على التسجيل ديال التفسير ديال السي المكي الناصري الله يرحمه اللي كان كيدوز في الاذاعه راه مسجل كله 60 حزب كلها مسجله ونعم سيدي ضرب داك التفسير ديالك وغادي وتتصنت واستافد عطى الله ما يدار اللي بغى والله العظيم اللي عطى الله ما يدار والذين جاهدوا فينا سيدي ربي قال لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. سادسا ان تتامل في الايه وفي علاقتها بنفسك. هذه بالاختصار ملي تقرا مثلا الورد ديالك في النهار ضروري وانت كتقرا ذاك الحزب الله يكبر فيك الله يجزيك بخير ما شاء الله قال لك اودي راه بقات ان شاء الله واحد ساعتين ونص باش نستربيو دغيا لا ما تخافوش نطلقوكم ان شاء الله نختم بهذه ان شاء الله ملي تكون كتقرا الحزب ديالك ضروري القلب ما غتلقاش تحرك مع الايات كلها ضروري واحد الايه هي اللي كديك وكتجيبك ضروري قبيله ملي كانوا تيقراو ملي كان مثلا السي مصطفى غربي كيقرا في سوره فاطر ماشي كلنا تحرك القلب ديالنا عند نفس الايه كل واحد فينا ايه ضرباته في بلاصه وملي قراو قبيله الحفاظ الله يجزيهم بخير سوره الانسان كل واحد فينا ربما ضرباته واحد الايه في واحد البلاصه هذيك الايه اللي ضربك بها الضوء في هذاك الصباح وانت كتقرا الورد ديالك هذيك الايه رجع لها ملي تسالي رجع لديك الايه قراها وعاود قراها وعاود قراها وعاود قراها وديرها هي الشعار ديالك في ذاك النهار بمعنى اي حركه من الحركات ديالك في ذاك النهار تفكر ديك الايه وربطها بها غتتعلم بشويه بشويه كيفاش تتفاعل انت مع القران الكريم اخر ما اقول لكم وبه اختم الانسان يتذكر واحد ثلاثه ديال المعاني حاول تفكر دابا مثلا تخيل راسك كتقول الى واحد النهار فقت وما لقيتش حبابي حدايا لقيت واحد كيفاش غتكون حالتي اولا فقت واحد النهار ولقيت راسي خارج من الخدمه ما عنديش اللي يعولني كيفاش غتكون حالتي اولا فقت واحد النهار مع الصباح ولقيت راسي بلا ما بقيتش كنشوف كيفاش غتكون حالتي طيب دابا خصنا نطرحوا على راسنا السؤال الا فقنا واحد الصباح ولقينا ريوسنا ما كاينينش ما عندناش القران توضرت انا والقران مقطع معاه الكابليات القران في الشرق وانا هربان للغرب كيفاش غتكون حالتي حالنا بدون القرآن سيادنا أننا ضلال لا هداية لنا إلا بكتاب الله فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا المسألة الثانية بدون القرآن نحن نعيش الضنك بدون القرآن ما كنشوفوش ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى شتي اللي كيبعد عن القرآن هذا حاله نشوف راسي أنا إلى بعدت عن القرآن هذه حالتي ضال والهداية في القرآن ميت والحياة في القرآن أعمى والبصيرة في القرآن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأعيد تجديد الشكر لأخوات الفضليات قائمات على جمعية جسر السراج الخير وبارك الله فينا جميعا وبارك الله فيكم شكر الله لكم صبركم ومثابرتكم وتحملكم لأخيكم ونسأل الله أن يبارك في أولئك الأشبال والبراعم الذين أتحفونا وأدخلوا الفرح والسرور على قلوبنا في زمن كثرت فيه أدخنة و إشكالات الواقع الذي نعيشه فنسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.